ديربي ايطاليا انتهت اكتر نتيجه سلبيه في الكوره، ولكن المباراه كانت حماسيه ومثيره، والاهم من ده انها سلطت الضوء على نقط ضعف في تكتيك المدربين. حلقه النهارده بناء على تصويتكم انتوا الاسبوع اللي فات هتكون على ماتش انتر يوفي. قبل ما اتكلم على تفاصيل الماتش، فاكتر حاجه كوميديه ان المباراه كلها اتلعبت في جبهه واحده بس من الملعب، الجبهه اليمين لليوفي اللي لو رجعت ورا شويه هتبقى نفس الجبهه الشمال للانتر. مانشيني بدا المباراه ب 4 2 3 1 وما زال موريلو بيتالق في قلب الدفاع، ولكن اهم مميزاتها كان اعتماده على ميدال كارتكاس تاني جنب فيليب ميلو في قلب نص الملعب، وده ادى حريه اكتر للاعبين في الاحتفاظ بالكوره او حتى في المسانده الهجوميه، لما واحد بيزيد التاني على طول بيغطي عليه. ناحيه اليمين بيريزيتش وناحيه الشمال بروزوفيتش، والاثنين كانوا بيتمركزوا جنب الخط جدا عشان يوسعوا الملعب ويسيبوا مساحة أكبر في العمق عشان يستغلها ستيفانيوفيتش. زي ما قلت قبل كده، يويو هو اللاعب الكبير اللي ممكن يعمل فارق حاسم في موسم الانتر السنة دي، ولكن الاعتماد عليه لوحده كانت أكبر سلبية في أداء النيراتزوري. فطوال الشوط الأول طول ما اليويو فايق الانتر بيشكل خطورة على المرمى، ولكن في الشوط الثاني لما بدأ يتعب شوية ويتضايق عليه المساحات ما كانش فيه أي خيارات هجومية بديلة أو حتى لمساندة اليويو. واللي ما ساعدش انتر أكتر كانت اختيارات مانشيني الغريبة جدا في التغييرات. جوارين مكان ميلو كان تبديل مركز بمركز عشان خايف ان فليب ميلو يطرد بعد ما خد انذار بدري قوي، وجوارين بالتزامات دفاعية بحتة في نفس مركز الارتكاز جنب ميدال. التبديل اللي كان ممكن يحصل يكمل التبديل الاولاني ده ويغير شكل الفريق شوية كان نزول كوندوبيا مكان بروزوفيتش، وساعتها التشكيلة كانت ممكن تتغير ل 4 4 2، كوندوبيا يلعب جنب ميدال كارتكاز ثاني في نص الملعب، فانت كده عملت تنشيط في القلب، وجوارين يلعب على الطرف اليمين او الشمال وبيريزيتش في الطرف الثاني، وبكده تبقى عملت تنشيط للأطراف برضه، ويوفيتش يتحول كمهاجم تاني قدام جنب ايكاردي اللي كان معزول تماما بالذات في الشوط التاني. الناحيه الثانيه، فاليجري كان محظوظ بالخروج من الشوط الاول بنتيجه سلبيه وهو متعادل ومش خسران، والسبب في ده كان فشل نص ملعب اليوفي في التصدي لمثلث الانتر في نص الملعب، ميلو وميدال وقدامهم يوفيتش، فماركيزيو لسه عائد من اصابه بيحاول يستعيد مستواه، بوجبا اللي مازال بيبحث عن جزء من فورمه الموسم اللي فات، وسامي خضيره اللي بيبحث عن اي فورمه ليها اي صله بكره القدم. على الورق اليجري كان بيلعب 5 3 2، ولكن كان في تعليمات خاصه جدا لبرزالي اللي تفوق على نفسه في ظل تركيز كوادرادو الكلي على الناحيه الهجوميه، فبرزالي كان بيتحول لظهير يمين علشان يسد المساحه اللي وراه، وبالتالي شكل خط ظهر اليوفي كان بيتحول لاربعه ورا في ظل تحفظ افرا كليا من الناحيه الهجوميه. ودي بقى كانت اكبر سلبيه ليوفنتوس في الماتش، الغياب التام والكلي للجبهه الشمال. مش قادر افهم ليه اساموا اللي كان افضل طرف شمال في الكالشيو قبل ما يتصاب مش بيشارك كليا بالرغم من ان افرا مش بيهاجم. في نفس الوقت بوجبا عمره ما هيكون لعيب طرف شمال صريح ويقدر يفيدك في 4 4 2 كهاف ليفت، ولكن قوه بوجبا لما بيلعب جزء من ثلاثي نص ملعب ناحيه الشمال او لما يلعب كطرف شمال ولكن بتعليمات ان هو يضم في قلب نص الملعب المكان اللي بيحب يلعب فيه ويكون بيساعده ظهير شمال هجومي على طول مالي الناحيه الشمال دي، لان بالشكل الحالي فالجبهه الشمال في اليوفي مشلوله تماما والفرقه بتلعب من على اليمين بس. وكمان لو انت دارس خصمك كويس قبل الماتش هتعرف ان ديفيد سانتون الظهير اليمين اللي هو في ناحيه الشمال عندك هو اضعف واحد في خط ظهر الانتر، والظهير الشمال اللي انت مركز كل هجومك من عليه هو اخوان جيسس، لعيب سريع فبالتالي هيتعب كوادرادو وعامل اداء رائع من اول الموسم. سلبيه كمان لاليجري هي تبديلاته وادارته للمباراه وعدم استغلاله لدكه بدلاء اتقل بكتير من دكه الانتر اللي كانت ممكن ترجح كفته بالذات في اخر 30 دقيقه من الماتش. التبديل الاول مش بس كان متاخر ولكنه كمان كان عجيب، خروج موراتا مع انه احسن من زازا ونزول مانزوكيتش مع انك محتاج لعيب بحلول وابتكار اكتر في الهجوم زي ديابالا مثلا اللي نزل في اخر 10 دقايق، وعدم خروج سامي خضيره لل 90 دقيقه كلها اللي كان تعب ومعاه انذار في ظل ان انت محتاج تنشف نص ملعبك ومعاك لعيبه زي بيريرا وهرنانز قاعدين على الدكه، قرار صعب قوي افهمه. اللي كان واضح قوي بعد الماتش ان المدربين كانوا بيحاولوا ان هم يتفادوا الهزيمه، ده ممكن يكون مقنع لاليجري اللي عنده ماتش مهم في الابطال يوم الاربعاء، وبالنسبه للموسم بتاعه الحالي تعادل مع انتر في الجيسيبي ميازا نتيجه مش وحشه، ولكن مانشيني افتقد لحاجه في رايي كانت من اهم مميزاته لما كان بيمرن الانتر اخر مره في الكالتشيو، وهي افتقاده لروح المخاطره الهجوميه واقتناعه بنتيجه تعتبر للاغلبيه سلبيه. رجل المباراة أندريا برزالي اللي ادى أمان دفاعي لليوفي وحرية مطلقة لكوادرادو في الهجوم، وأحيانا كمان كان بيهاجم ويساند، أداء متكامل. بونيرا المباراة بول بوجبا، بعد غيابه كليا عن المباراة في الشوط الأول فظهوره في الشوط الثاني كان بلمسات مش مؤثرة ما فيهاش تركيز وما كانش ليه أي خطورة على المرمى. طبعا ما عنديش أي شك في إمكانيات بوجبا التقنية، ولكن واضح إن هو عنده مشكلة نفسية ودي مسؤولية أليجري، وكالعادة دي ماتشات الأسبوع الجاي.
فهسيب لكم انتوا حريه اختيار الماتش اللي هحلله في حلقه صباح وتكتكس اللي جايه. فسيبوا تعليقاتكم على الحلقه دي واختياركم لمباراه الاسبوع الجاي في التعليقات على يوتيوب او فيسبوك او تويتر او سناب شات او انستغرام او في اي حته. اهم حاجه تستخدم هاشتاج حلل ينصح. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان توصلك كل حلقات صباح وكوره اول ما تنزل. ولو الحلقه دي كانت عجبتك ادينا لايك وشير في الخير، واشوفكم الاسبوع الجاي. كان معاكم عمرو نصوحي، سلام.